أهلا خواتي، الدرس الثامن والدرس التاسع كله about problem solving، كيف نحل المسائل الكلامية. طبعا المسائل الكلامية تحتاج ترجمة عشان نفهمها. أوكي، مثلا هني عندنا السؤال الأول: There were some people at the score stadium when the game started. Then another 1,120 people arrived. Arrived يعني دخلوا الملعب. بما أنهم دخلوا معناته راح نسوي plus. By half time, another 8,456 people have arrived. يعني هذيل الرقمين دخلوا عندنا الملعب. راح أسوي لهم adding. وبعدين عندنا مجموعة من الناس left طلعوا من الملعب. فمعنات الناتج اللي طلع لي هني راح نقصه من الناس اللي طلعوا من الملعب. Now there are 13,807 people in the stadium. الحين اللي بقوا عندي داخل الملعب هذيل عددهم. How many people were in the stadium when the game started? كم عدد الناس قبل لا تبدأ المباراة؟ فراح بعد ما طلعنا هني الناتج راح نسوي minus مع total number. سوينا له minus وطلعنا الإجابة. هني هذا السؤال وهو دائما هذا وايد متكرر. عندنا في هذا السؤال ثلاث أسماء، عندنا king وqueen، هذه queen وجستر، فراح أكتبهم K و Q و J. شوف يوم هذه الثلاثة، أول شيء قايلي إن الكينج عنده كم 3250، فكتبنا إن الكينج عنده 3250. الكوين عندها 1750 more، يعني لازم نسوي plus أكثر عن الكينج، فهذا الكينج وهي أكثر عنه 1750 وجمعناهم. بعدين قايلين الجستر، جستر شوفي عنده 750 fewer، كلمة fewer minus أقل عن الكوين، فالكوين راح ننقص منه 750 وطلعنا الإجابة. في النهاية قايلي how many all، كلهم الثلاثة مع بعض all three، فراح أخذ الناتج هني واللي هني واللي هني وبسوي لهم adding. هذا السؤال وايد تكرر. السؤال بعد لما يكون عندي جدول ويكون رقم ناقص، شو أسوي لما يكون جدول ورقم ناقص؟ أول شيء أجمع هذه الثلاث أرقام جمعتهم، وبعدين أطرحهم من العدد الكلي. العدد الكلي هني موجود عندي، طرحته من العدد الكلي فيطلع عندي كم الرقم الناقص هني. طبعا بقية الأسئلة على نفس النمط.